في خمس أمور أقولها بسريع. أولا الدعاء، ما توجهنا الله عز وجل بالدعاء والله ما يمكن يعني نعيش براحة وسعادة واستقرار وتوفيق. ثانيا لابد أنا أكون قدوة، المربين لابد يكون قدوة، الآباء الأمهات. الشيء الثالث ولابد من يعني خدمة الأبناء، أخذوا إجازة أنت وش بتسوي لهم؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أعطيهم برنامج أطلعهم أفسحهم بس حسب يعني إمكانياتي، أنا أعطي أبنائي أبنائي يعطوني. لابد من حلقة الذكر في البيت، عندنا إجازة 15 يوم تقريبا الآن جاية يكون في ورد. الشيء الخامس والمهم جدا التوفيق بيد الله، ولكن نعمل على يعني على إصلاح أول شيء أنفسنا على إصلاح عيالنا. والإجازة فرصة أن يكون في علاقات حميمية بين الأب وبين الابن.